ما يخص فعالية اللقاح، فمن المعلومات الأولية المنشورة عالميا تشير إلى أن الجرعة التنشيطية تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، وأن احتمالية التنويم هي ما يقارب 8 مرات أكثر في غير مكتملي التحصين مقارنة بمن أكمل جرعات التحصين. كذلك يوفر اللقاح حماية من التنويم في حال الإصابة تقدر ب 88% في من تلقوا الجرعة التنشيطية، مقارنة ب 72% في من أكمل الجرعتين، وأيضا 52% بمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح ذو الجرعتين. كما أن البيانات تشير إلى انخفاض في خطر التنويم والوفاة للمصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بالمصابين سابقا بمتحور دلتا. ولكن بصورة عامة فإن الخطر العام المتعلق بمتحور أوميكرون مرتفع، وذلك لسرعة انتقاله العالية وتسجيل أعداد كبيرة من الحالات.